استثنائي الأول ريمبي رقم واحد في العالم. هذا اللاعب أقوى لاعب في منتخب الفلبين. أقوى لاعب في منتخب الفلبين. جعفروف سيد جامشيد اللاعب ذو البنيان القوي جدا الذي مثل بالبارحة مباراة كبيرة وقوية جدا. لاعب استثنائي ذو كتف عريض ما شاء الله وبنيان ضخم يواجه الفلبيني صاحب الفوز المتكرر منذ سنوات. لا ينازعه أحد في وزن 75 كيلوغرام. أعزائي المشاهدين من دبي تشاهدون أبطال استثنائيين دوليين من حول العالم وبالذات من القارة الآسيوية المسيطرة على مجريات الأولمبياد والألعاب الدولية. اللاعب الفلبيني في الركن الأحمر الخلوق صاحب الحس الفكاهي إيمور فليكسي مارسيال رقم واحد نمبر 1 in the world round 1 at the middle weight 75 كيلوغرام. هذا اللقاء أضمن لكم أنه سيكون لقاء استثنائي، لقاء متعة، لقاء يعرض بالملايين. أعزائي المشاهدين ملايين حول العالم يشاهدوننا الآن لهذا اللقاء. كلا اللاعبين على قدر كبير من الشهرة وعلى قدر كبير من القوة والتنافسية. لو كان هذا لقاء احترافيا لكان هناك الملايين المدفوعة من الدولارات فقط للتفرج على كلا اللاعبين المهريين. كنا وإياكم مع المدير الفني لمنتخب الإمارات للملاكمة المدرب محمد مصبح سعيد الشبلي ونتمنى له التوفيق في البطولات القادمة بإذن الله. ويوم ما سنجد اللاعبين العرب والإماراتيون يتنافسون في نصف النهائي والنهائي بهذا الشكل. لدينا الكثير ولكن الظروف تمنع في بعض الأحيان ويكون لها رأي آخر. الجولة الأولى والدقيقة 14 بمجريات الجولة الأولى والحكمة وتنبيه للاعب نمبر 1 الفلبيني بوضعية الساوث بو بعدم الضرب خلف الظهر. لا تتعجل عزيزي المشاهد فهذه الجولة الأولى. كلا اللاعبين حذرين. من يرى مباراة الأمس لجعفروف وللسيطرة التامة لثلاث جولات والضربات الجذع الذي نفذها سيطلب من الركن الأحمر التريث قليلا قبل خسارة التصنيف الدولي. لكن هيهات لاعب ركن الأحمر يبدأ بالتبشير عن أنيابه. فقد قابل الكثير الأقوى والأشد حدة من حول العالم وانتصر عليهم بنتيجة رهيبة وقوية. هو يعتبر اللاعب الأشهر في وزن 75 كيلوغرام ورقبة يمنى نحو الجذع وفي الخارج هو لديه حس فكاهي ويحب الضحك واجتماعي جدا. لاعب الأوزبكي لاعب محدد صامت طوال الوقت عنده تركيز واحد هو الصعود إلى النهائي. لقاء حذر في الجولة الأولى الجولة الافتتاحية والاستشرافية وهذا اللاعب القوي أو كلا اللاعبين قويين بصراحة. إشارة من الميقات لقرب انتهاء الجولة الأولى الافتتاحية التي يذهب فيها كلا اللاعبين إلى زاويتيهما لأخذ بعض النصائح وضغط زر بدء اللكمات التي ستكون لها رأي آخر في نتيجة المباراة. انظر إلى النصائح، انظر إلى التركيز والحدة. حكم اللقاء من بلغاريا الحكمة الدولية ماريا ولدينا قضاة من إيرلندا، هنغاريا، رومانيا والإمارات العربية المتحدة والهند.
الزوايا تشتعل حماسا وخوفا وإصرارا. Number one in the world, 75 kg. أمام اللاعب المهاري جعفروف من أوزبكستان في ذي الأزرق. كثيرون من شبابنا العرب تواجهوا مع أحد مع كلا اللاعبين، إما مع جعفروف أو أمير يومير اللاعب المشهور جدا في البيني، واكتسبوا منهم الخبرات. ونحن نتكلم عن أعلام في عالم الملاكمة. أو لكمة خطافية يمنى جميلة بجعفروف، ويكون له الرد والطبع من نمبر 1 بيد اليمنى المباشرة في الوجه تماما. لكمات 1-2 أو في تعثر غير مقصود عن طريق البساط واستكمال. أوه لكمات قوية لبقيت الرد الفلبيني في نفس الوقت، لم ينتظر له حتى الفرحة حتى بالتهديف لكمتين. لعب مهاري لعب جعفروف، لكن أمامه اختبار صعب هذه المرة من اللاعب الفلبيني يومر. يومر مارسيل اللكمات القوية، تكاد الكاميرا تقسم إلى نصفين من تلك اللكمات القوية. انتبه عزيز المصور، هذه اللكمات القوية المحددة التي تأتي من أبطال العالم، أبطال استثنائيين، سترونهم كثيرا كثيرا في المقابلات القادمة. لديهم سيطرة على مجريات الأحداث في وزن 75 حول العالم. انظروا إلى الثقة، انظروا إلى التعامل. اللاعب الأزرق يتعامل مع رقم 1 بهذه الثقة وبالرقصة. انظروا لاعب حركة، شوف 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 شوف. الحكم هو شخص متفرج في هذا اللقاء، لا يعاني مع شخصين مهاريين لا يحتاجان الحكم للإرشادات ولا للتعليمات، فقط لإعلان بدء الجولة ونهاية الجولة ويشكرونه على ذلك. نو لو بلو، انتبه من الضربات تحت الحزام واللكمات المصدقة. ولكن ما خطة فيها كيف في القفاز، كما ذكرنا لا تسجل لكمات التي تسدد في القفاز أو في خلف الظهر أو خلف الرأس، فقط الرأس أو الوجه والجذع. وللقفاز معايير سلامة وحماية وطبقات من الإسفنج لحماية الوجه. الهدف ليس الإيذاء، إنما الهدف هو التنافسية وتعلم كيفية الدفاع عن النفس. لا، لو حاولت نزع القفاز من أحد الملاكمين في أي وقت لن يمكنك ذلك، فهم يحبان اللعبة بشكل استثنائي. وجم نهاية الجولة الثانية الحذرة جدا، لقاء قوية. أعزائي المشاهدين، هذا هو البطل رقم 1 الآن في العالم، وهذا الشاب انظروا منذ لحظات لم يري الخصم في الركن الأحمر هذا التعب ولم يظهر عليه، يضغط على نفسه ويمثل أنه لا يحس بالإجهاد وأنه بثقة كبيرة، والحقيقة غير ذلك. انظروا إلى الركن الرازق، أنا أراه من هنا مرهق لا يكاد يلتقط الأنفاس، لكن كل التحية له اللاعب جعفروف الفنان في إظهار كل الثقة. انظروا يمثل أمام نمبر 1 أنه الأفضل، وفي الحقيقة يكاد يلتقط أنفاسه. ثواني بالنسبة لي نراها دقيقة من الراحة، ويراها الملاكمان ثانية واحدة من الراحة. بداية الجولة الثالثة، وذلك الشعور الذي يحس به سوى الملاكمين فقط. يعود معنا من جديد السيد علي عبد الزهرة جواد الأمين العام للاتحاد العراقي وعضو الاتحاد العربي، كيف ترى هذا النزال القوي بين اللاعب الفلبين في الركن الأحمر، هو رقم 1 في التصنيف الدولي في وزن 75 كيلوغرام، واللاعب القوي الذي تابعناه بالأمس أو بالأمس القريب
اللاعب الاوزبكي جعفروف صاحب المهارة. لو تتذكر معي سيد علي الضربات الصاعدة على الجذع والحركة الواثقة. بالتأكيد الملاكم الفلبيني من الملاكمين يعني الجيدين في القارة الآسيوية وتصنيفه أول على العالم، ولكن الملاكم الأوزبكي أعتقد ثبت هيمنته وأعتقد راح يعني يكسر هذا النحس يعني وينتصر أعتقد يعني في هذا النزال، كون يعني أسلوبه 100% ناجح في أداء اللي هو أسلوب الطويل المباغت في أداء هذه الجولة. إذن إعطاء تنبيه شفهي لكلا اللاعبين لإبقار الرأس عاليا وتجنب صدام الجبهة لعدم الإصابة. اللاعب مهاري جعفروف أمام نمبر 1 إيمور مارسيل من الفلبين، اللاعب القوي جدا المحافظ على صدارته منذ سنوات. ما شاء الله كلا اللاعبين أتمنى لهم التوفيق، لكن في وجهة نظرك ونظر الخبراء من سيكون الفائز؟ هل يبقى الفلبيني رقم 1 حول العالم في ميزانه أم يجبره جعفروف على التنازل على هذا اللقب؟ أعتقد ستكون للملاكمة الأوزبكية والملاكم جعفروف كلمة في هذا النزال لامتهانه، يعني لم يجعل للملاكم الفلبيني فرصة للتفكير من خلال التنقل الحركي والمباغتة بالهجوم. أعتقد يعني أسلوب جدا ناجح للملاكم الأوزبكي اللي أعتقد ستكون يعني الكفة مائلة إلى الركن الأزرق. هل تعلم أن الملاكم الفلبيني الدولي الأكثر شهرة ماني باكياو شخصيا من الداعمين للاعب مارسيل، وبعض الأحيان يتدربون سويا وهم أصدقاء؟ بالتأكيد يعني بلد واحد وهو مهتم بالطاقات الفلبينية مثل ما وصلنا، يعني الملاكم ماني باكياو يمني النفس. لكمة مستقيمة يمنى من نمبر 1 في العالم 75 كيلوغرام. نزال قوي، اللاعب مارسيال يقترب من الاحتفاظ باللقب أو خسارته أمام جعفروف. ثواني معدودة بل ثانيتان تفصلنا عن نهاية هذا النزال ونهاية الجولة الثالثة. مارسيال إيومير نمبر 1 in the world وجعفروف من أوزبكستان داتش هالينجر قوي استثنائي، ما شاء الله لديه قوة جسمانية رهيبة جعفروف واكتاف عريضة ما شاء الله تفيد بنية جسمانية رائعة. نعم تزيد في الريتش وفي قوة اللكمات. انظر إلى هذا الجسم الاستثنائي، الحلبة تكاد تهتز بهؤلاء الأبطال. And the winner is Jafarov. He made the surprise. Omer Martial, you're always the best. You're always number one. But today, Jafarov is the winner. And you will be back another day. كل التوفيق لجعفروف بالفوز. Hard luck to Martial Omer, بطل العالم ورقم واحد. شو رايك كابتن علي حسدناه ولا والله مو حسدناه، ولكن هذا مجرى يعني شاهدنا الملاكم ركعه الشكر. شوف لحظه اللكمات جميله جدا للملاكم الاوزبكي. منذ رايته منذ بدايه البطوله ومن قبل البطوله لاعب يتمتع بجسم استثنائي. من لديه هذا الكتف الضخم ما شاء الله والعضلات القويه في وزن 75 بهذا الشكل وتلقي اللكمات القويه من نمبر 1-2 فروم مارسيال نمبر 1 Wow. وتحملها. He took it very well. يمثل أنه على ثقة، يمثل أنه بخير ويذهب إلى الزاوية مزعجا ومنهكا باللكمات وبالأخير الفوز. بالتأكيد يعني كان الفوز من نصيب الأوزبكي مستحق جدا، يعني ما جعل خيار، يعني ممكن إذا كان الهدف ثابت للملاكم ممكن أن يكون صيد سهل، ولكن استغل حركته الملاكم الأوزبكي وبالهجوم المباغت أنه قدر أنه ينتصر على النمبر 1 في هذا النزال.